اهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نتكلم فندم عن اهم المعايير اللي بيتم على اساسها تقييم المتقدمين لهذا البرنامج. اللي شفناه الحقيقه من ترتيبات وتجهيزات للمقابلات سهلت علينا كلجنه وضع المعايير بشكل موضوعي جدا، والمعايير مقسمه في سمات الشخصيه وفي للخبرات المتراكمه والمتقدمات. انتوا عايزين توصلوا لايه الحقيقه في المستقبل القريب وبعد فتره طويله؟ لا، المتقدمات يعني معظمهم على قدر رائع لان دي اخر مرحله من مراحل القبول. شفنا فيهم شغف وحب للبلد وعايزين فعلا يعملوا حاجه بشكل موضوعي. الاكاديميه بالنسبه لهم حلم، والاكاديميه يعني محققه نجاحات مش بس على الصعيد المحلي لكن كمان الاقليمي والعالمي. فببارك لكل المتقدمين سواء تم الاختيار عليهم ان هيلتحقوا بالبرنامج بالمبادره ولا لا، لكن ان هم يعني بيحاولوا وتقدموا فعلا للقبول في مبادره هي تقود. دي حاجه جميله جدا ونماذج مشرفه جدا، بيكلموا شغف وعندهم امل، ودي حاجه جميله. ومصر يعني تحيا دايما بشبابها.